ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي والدموع غزيرة مني فأسكبها كغيث ماطر. ذكروك فاستيقظت في مشاعرا وكأنه شوق ففي خاطري في لحظة أدركت أنك لم تعد حيا ولن ألقاك بين نواظري. ذكروك عندي في حديث عابر شوقا فأغرقت الدموع محاجري ودهشت مالي. صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. القاعدة السادسة: الأصل في الأشياء الإباحة. شيء والبوحة أصله إنه بناية هي. معنى القاعدة شرح المفردات: الأشياء جمع شيء، والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، واصطلاحا هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. حق اللغة وحل هذا وحي أي صورة قلتها إن لأقاده وضدك الله شيء كره شيء، اصطلاحنا وحلو يقالنا شيء شوقة أو شراء إسلامك أنا حقيقة ديسو حقيقة مقطعة تاعي. الإباحة لغة الإظهار موجب بالله والإذن هي شيء إن لا سوء قلاده بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل شيء إن لغو إذن أو لغو فصحه وأنا إسكاف صومالي إذن. اصطلاحنا وحال هذا حكم يقتضي التخيير بين الفعل وتركه. حق اصطلاحه وحال إباحة لو يقالناه حكم كو غولانيا شيغا اني كو بنانت هاي اناد كتكتدي انا سميس لوود خيار اد لهي. قاعده معناه ده غود وحا لو جيده ان الاشياء تنقسم الى ما هو مباح من جهه الشرع وحشرع وينو بنيهي وما هو محظور من جهته يا وح شرع انغا ممنوعي لوداس او قيبسنت هاي وما سكت عنه يا وح كاامسي شينا بالنسب وشرع وحقوق شيغي انه حرام يهي شينا بالنسب وشرع وحقوق شيغي انه حلال يهي شينا كما ما حدن بشرع صدح راسي اشياء دي ككوبنت هاي. فلما كان الامر واضحا فيما ورد الشرع بتشريعه او حظره كان الناس بحاجه الى حكم المسكوت عنه. هل انتم ردي شرع وانه شيغي انه بنانت هاي واسك واضح هذه الشرعية نجا حرمينا وواضح يدنا أرميه مرك لقى موسى وشرع وسنك هذين بواحد أبا هني حكم قاضي إن هلا. فذهب الجمهور إلى إباحته مراعاة لأصله الذي هو الإنعام. جمهور الأئمة مرك وحي قاتين إلى مباحاته شيء قال لقى موسى إنه بنيه ولا بنيه مراعاة لأصله وأصلكم حوها الذي هو الإنعام والانتفاع به. أصل كوحوها إن شيغان إلهي إنه يقول نعميي إنه أنا ألا إنه سيسين وقفا إذي سنه شيء مركة هديل يقول هذا شيء كفا إذي سو وكو انتفاع ما حرام بنغن يمس حلال حلال بنغن يمر هديل كو انتفاع لويني. أدلة القاعدة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إلهي وحو يلي الله والذي خلق لكم والله إذن أبوري ما في الأرض جميعا وحصوب حضي وحكستا أو كون كان دوشي سسارا إنه إنا لنا هاي إنه كان الله إنه أبوري إنه انتفاع عيسونا إنه فرنيه هاي سادرت يدوحي محرم كالاقا سوقبنا إياه. ورسول كان يجري صلى الله عليه وسلم هو الحلال الحلال ما أحل الله في كتابه. حلال وحل هذا وحي إلهي كتاب كيس وكحل لي. والحرام ما حرم في كتابه حرامنا وحل لها وحي كتابك ألك وعدي.
وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وحي إلهي كأمصينا وعفس وي عفس وحلوك هذا اسكا استعماله وحلبه إذا كسر راعية مجران أمثلة القاعدة حديث إمام الترمذي بن ماجه وليه وأنا حديث حسن إمام الألباني أمثلة قاعدة ده. ويتخرج على هذه القاعدة كثير من المسائل المشكل حالها مسائل آذو فربضان تخرج كدور شير وصوش يغني تخريج المسألة معناه ذو حويان البناء على القاعدة مسائل كفروع ذا أو قاعدة ذا الأول سيو أي وحل هذا تخريج عليها علماء ذو هران آذو هذه سنشرتي قاعدة ذا المركة وحا الأول سيا كثير من المسائل المشكل حالها منها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان أصحهما الحل حيوان كان حيوان هذا بدنا راعينا قرنوين حيوان كان حيوان إلهي بحللي حيوان إلهي بحرمي كان وأوجه حيواناتك ومشكل قل ذلك الراعية حيوان كان شرعي وحوك بشيء جنب محلال بام حرام بلا ميقان حيوانات ضان دور كتشوقة حيوان كان نوع عاصو كلا وحلينا هي أصل كي وحوها الإباحة صادرت هذا النص عاد وحرم يلا لهينين ومباح وين كلي وحل تشوتشين كان هذه ضرر كيس وصقنا ضو لبعتدي سلارك شافعي المركلة وجب إليه وجه كوباد أصحهما الحل وحن يدين لها شافعية كتاب كان أصل كيسو مذهب كشافعية وكسعونية إلا مسائل ترجح بها المهاني ومنها النيات المجهول النباتات من جذا المجهول تسميته الراجح الحل نرتا إلهي قيبنا وعديهنا وحلال قيبنا وعديهنا وحاران قيبنا ولقاء مصي أصلكم ومحي وحلال إلا إن ضرر كيس السكنة موين صدرت القاتك والنبات نص عضو الشيء إنه حاران يهي متشنو نص عضو الشيء إنه حلال يهي متشنو أصلكم حقان لا إنه مباحية لكن محا أدي ذي وحا السكنة ضرر كيسي أي السكنة بالتجارب وكو السكنة مركي ضرر كيس السكنة وحال وحرم حديثي يا آياتك ضررك القاعدة السابعة الأصل في الأبضاع التحريم أصلك فرجك وحاران إن لو دوادو معنى القاعدة شرح المفردات البضع الأبضاع جمع بضع والبضع بالضم النكاح ويطلق على الفرج والجماع والتزويج معاني ذاس أي له أصل نكاح لو يقنا وحكروا له إطلاق فرجك وحكروا له إطلاق جماعة وحكروا له إطلاق جورك والمراد به هنا الفرج هذا وحنوشنا فرجك نوشنا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة إمام مسلم باوريي معناها جود وقاعدة أيلاده أن الأصل في الفروج الحظر أصل وحاء فرجك إنه ممنوع يهي وأبيح لضرورة حفظ النسل كد من أول بنيه وحلو بنيه ضرورة بن آدم كأنه سيجرة محايا لها ديك لبن آدم كوا الضبر قوية بنيتي مركب ما فصح با مس شروط يا ضوابط شروط يا ضوابط بالله يعني أدلة القاعدة قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إله يحل سبحانه وتعالى مؤمنينتم وأدتك فرجك وهذا حفظي إذن أصلك وإن الحفظي وإن له دوان وحالك صهر يبين لبق ولكلي إلا على أزواجهم أو ما ملك إيمانهم لبدا بس لك صهر يبين صدرت أصلك وممنوع لبدا صفاء يكبرنا نانكرا قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك عورة هذا حفظي برسولكم لا بقول موين
xaaskaaga iyo adoontaada labadaa waa lagu ogol yahay. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي ووافقه الألباني. أمثلة القاعدة: إذا طلق إحدى نسائه هوانك قيب كمذا ضفر بعينها ثلاثا صدح بوقفر ثم نسيها هوانك سيمت كمذا يوحي صدح بوقفر وأنا إلا وي يتوقف حتى يتبين إلا أردت أن كلا عداته وأشوك سنية صوت أمحي أصل قوحها وهو ها ممنوع الأصل الحظر وها هذه مركز شك قالي قفل بقها وينك كم إذا ومشكوك شك هذو قالي أصل كحظر قاون هاي سنة الأصل بقى وما كان على ما كان حظر جيبة تاعي المركز إلا وحكك العدان يان وين وكادسة. وعند إمام أحمد قول أنها تعين بالقرعة ويحل له الباقي. إمام أحمد الحولي هاي عليس با واجهيا صادرت وحا لا سمينيا وا لا قري توريا قفكي قرعاده سو بخدو با لا فريا انت كلنا وا لا بنانيا مخايا لا اريمها مبهمكا او اشكالكا غلا با لو كلا سارا. القاعده الثامنه قاعده سيدهات الاصل في الكلام الحقيقه هذا الك وحا اصل وا انه حقيقي هي. شرح المفردات: الكلام لغة ما تضمن كلمتين بالإسناد هذا الوحي اللي هذا وحي اللي بأري ككوبا أو لسو تيرين أيو بالإسناد التام اصطلاحنا وحلو يقال المعنى المركب معنى كوبا أو لو شيء ككوبا الذي فيه الإسناد التام سند لما يسترنا وكتشلو إسناد وحلو كذا لبعض الشيء إن كلمة كوبان أو دمي سنك إيمان إيشو ميس كان وحيس قال أحمد وكلمة دمي سنة وخبر إيه مبتديه سي ومسند إيه مسند إليه هبل أي سيدا سميي وفعل إيه فاعل كيسي ومسند إيه مسند إليه فعل كان يلو تيريي هبل بلو تيري فعل كي اها ان وحا لا قبطي كلام كان نوع عاسا ايا وحا يو يقانا نحاض كلام مرك باب النحو مرك الله نقنيا وحو الى الحقيقة لغة الشيء الثابت يقينا شيء وحا لي هذا الله هو وسي يقين اكو سجن علي اصطلاحا وحا لي هذا اللفظ المستعمل فيما وضع له لفظ الله استعمالي وحي أصالة المركب هنا باللود الشيء قاعدة معنى هذا قود إن إعمال كلام المتكلم أيا كان قف كستبها هذا الكيس إن لغو عمل فلا إنما يكون بحمل ألفاظه وحي نقول إيسا إن إريدي سلغو حنبارو على معانيها الحقيقية معنى هذا لبتها عند الخلو عن القرائن مركي قرينة إيسا لسعنين معناها اللي حين إيسا التي ترجح إرادة المجاز قرينة صور راجح إيسا إن لولا تشيذو معنيه مجاز كاها يعني قفك أفكي سويحي كصوبحا سيدي لبطا هاي بالوحا باريا هدي أي سنشيرين قرينة أو ميلك الأولي حينيس هدو قفكو إلى هذا هو بيها موان كسيي وحنكو حنبارينا إن هبتها أو بيه لغسية حي اللفظه وحكوا عليها وحقيقة كيها سين لكن سجل الدكان كي وحلاق قضية شوقة حدا ترى دور بيها إسي أو كي راضها سين تني معها حي اللفظه كان بيها إسيا قرينة العرف يا وحي كسر فينا يسا حقيقة دي إن لوتشي ذا وحي لوتشي ذا بيها إيجا إيبي تاسا قرينة مركب وتشي ذا. أمثلة القاعدة: إذا قال هبتك هذا الشيء شيء وكسي فأخذه المخاطب قفك كلا قاطي ثم قال وحي أردت وحي لوتشي ذا البيع بثمن مجازا وحي لوتشي ذا إن هذا العقل يبسط
فلا يقبل قوله هذا الكيس لا أقبل مهاي. وأنا حاسو قلنا تفصيل كان صومرني بل قلنا يا عرفه. ولو حلف هذو كلارته لا يدخل دار زيد هبل قرقيس قال مهاي لم يحنث مدن بابي إلا بدخول ما يملكها دون ما يسكنها إعارة أو إجارة قرقا لكن أدقني هاي أما كراها كدقنا هذا معارية أسيقا مسوه أسقلي وحوجي لي بلن إلهي وإلهي وأن كل عرطي إن أنا قرقا هبل قليني هبل مركب قرقيسة موحل لو يقانا قرقا يسيقوا ليه هاي مسوقوا ليه عددكوا ليه ودقني هاي أصل كحل لو يقانا قرقا يسيقوا ليه هاي كاسا دارتي لو حنباريا لكن guri daldeeyahay oo degan yahay iyo guri maartay caara loo siiyay labadaba waa guri daldeeyahay القاعده التاسعه اذا تعذرت الحقيقه حقيقه هذه صورته قال ويدو يصار الى المجاز حق مجاز قال الانيه مش حقيقه صورته قال ما معنى القاعده شرح المفردات تعذر ضاق الوجه اذا استعمال اللفظ لفظه إن لا استعماله عديد بين نقطين لما وضع له في الحقيقة وحي لودك يا سلهان مجاز نوح الله هو اسم وشيء لما أريد به غير ما وضع له شيء وحي لودك وحنه لولك يدو لمناسبة بينهما حريد يا علاقة كرد حيسانة لوغو لحيي المعنى الإجمالي إذا امتنع إرادة المعنى الحقيقي للكلام لا يهمل بل يستعمل في معناه المجازي معناها قاعدة بحوية إذا امتنع حديث وفتقل ويدو إرادة المعنى الحقيقي معناه ضبطها إن لوتشي إذا للكلام لا يهمل كلام كلمة فصحي محايا لي الإهمال في الكلام لا مؤقرة بل يستعمل في معناه المجازي معناه سمجازي يا الله استعماليا أمثلة القاعدة تعذر الحقيقة أصلا كما لو وقف على الإرادة وحا حقيقة دي مركي سورة القلوة إذا كمذا لو وقف على أولاده عرورتي سوى وحكو وقفي وليس له إلا أحفاد عرور عرورته الرشي موين عيد كلنا أول ما تشوكت فيصار إلى المجاز وهو صرف الوقف إلى الأحفاد نبا وحو يلي غوريغا حدان دينتو وحان او دردارمي عرورتيدا دردارنكاس دخل با ميش جيرا marka iyaga loo bandhigaya isagoo nool caadi ah iyo wuxuu gurigan waa waqfo waxaan ku waqfay عرورتيدا عرورتي سينا wiilki ugu dambeeyay bila ka hor buu dhintay laakiin waxa jooga caruur caruurtiisu ay sii dhaleen caruurta caruurtana awlaad baa la lahaa iyagana laakiin xaqiiqada marka la yahdo ka sulbiga ayaa lagu dilaaqa kan kale waa mibaabil majaz maadaama caruur kale ba aysan jirin gurigiya la siinaya caruurta caruurteeda la siinaya تعسر الحقيقة مركيه رسول تقلب ما بقى هذا هو صورة قلك وي أذكتاي وأرن صعبة كما لو حلف لا يأكل من هذا القدر درجة محبك علم هاي أبوي فالحقيقة ممكنة وهي الأكل من جزء منها لكن بمشقة فيصار إلى المجاز وهو الأكل مما في القدر wuxuu yiri darigaan anigu waxba ka cunay mahay hadalka xaqiiqadiisa hadaa dhadhansatid kama hadlaye dhariga waxa gudihiisa ku jira ma dhihin ee dhariga buu yiri marka dhariga inaad intaad xogaa yar ka soo jabsatid aad cuntid ilaan dhariga waxba ka cunay mahay tiri ma aadan dhihin dhariga waxa ku jira laakiin innaga hadda aqli waan leenahay waa fahmaynaa qofkan inuusan ula jeedin weelkan aan cunaya ee wuxuu ula jeedaa waxa ku jira cunaya markan oo kale marka in lagu xambaaro xaqiiqadii way adag tahay oo la yiraahdo qori buu cunaya
waa in la yidhaahdo majaaska lagu xambaaraya oo la yidhaahdo wuxuu u jeedaa dhariga waxa gudihiisa ku jira. Kaasaan marka dhaarta ku xambaaraynaa. القاعدة العاشرة قاعدة التمناد إعمال الكلام أولى من إهماله قاعدة هذا أنك سومرني هذا الكلام أقول إن لاقي لك دي قول إسك إهمالي محايا الإعمال أولى من الإهمال إن لقوا عمل فلا وحكي أولى سنتهي إن لقتقوا قاعدة معنى هذا شرح المفردات إعمال الكلام وحلوج إذا إعطاؤه حكما مفيدا هذا الكحكم مفيدا إن لسيه حسب مقتضاه اللغوي معنيه سلوقوي أنا لغوسيني سجى أصله وإهمال الكلام وحلوج إذا عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه وحلوج إذا إهمال كنا إن وحمر الضلعبة كصوب حنبا عدم ترتب ثمرتي عملية ثمرة طبعا إن كسو بحن عليه بإلغاء مقتضاه وحي اللي فهمي أيا الله طورة يا مضمون كيسي وحلقة سوى قاضة يا هذا الكاغ وحما كتشنان يا إن أتابرك قفو إن هذا الكاغ وحبا كمتشلو وأور اللي قفي عن يا معنى إجمالي وحن وجهنا أن توظيف الكلام أولى من إلغائه هذا الكائن للشغق ليه باكفي عنا ترى هذا كان شقابه وما هيبا لأن المهملة لغو وكلام العاقل قفك عقلك لهذا الكيسنا يصان عنه اللي هذا هو اللاغي ولقى إلى عليا فيجب حمله على أقرب وجه وحمرك واجب نقونيسا ماشى أغم عقول صنع الله حنباري كرين له حنباره ويجعله معمولا به كاسون كعم الفلية أمثلة القاعدة لو وقف على أولاده تناول أولاده من صلبه فقط إن كانوا هدوين هذا عرور تيدي بأن قري أن كون وقفي علمه إساق ورلي ورور كيس كيمد كواسا لوحا باريا لكن وقورما دي وهدين لحلا وان وين علمه فإن لم يكن تناول أولادهم هدي يجي لوايو كلام كما شغل قلنا إنه علمها علمه سوى لقوه ريتشنيا سونا لللفظ عن سقوطه إن اللفظ قلنا أنا معنا الدروي لو أوصى على مواليه هذه أقدر دار مدد كموالي ديسا فإن كان له موال هذو ضد موالي عليه استحقوا يقع أي قاضنية وإلا هذو سنقاضين يشرين فموالي مواليه موالي ذو كوي السير لالين بلغسي وريشنية سولا من الكلام من اللغو عن الكلام من اللغو القاعدة الحادي عشرة إذا تعذر إعمال الكلام يهمل حديبه اي سورتغل ويد سينبا ان ان شغغلنا كلامكي فرحان كقادينا اسكو لوين مين تعذر اهمال الكلام اي استحال حمله على معنى صحيح حقيقي او مجازي معنى صحيح ام حقيقي هذا من مجازي او ان كو خبارنا ما هينبا معناه اجمالا وحن او جيدنا انه اذا امتنع حمل الكلام على معناه الحقيقي هذا الكيادي سوف تقل وإذا معنى حقيقة إن لغو حنبارو أو المجازي أما من مجازي لغو حنبارو لأي سبب من الأسباب المعروفة شرعا أو عرفا أما سبب شرعها هذا أما عرفها هذا أو لغة أما سبب لغاءها هذا أهمل هذا الكاحب لغة سوى قادم هاي إذ لا يمكن إعماله حينئذ مركان إلا عمل سيئة سوف تقل معها بحاجة لحق اللغة هذا في لأنه معقول معها حق شرعي هدان فيرنا معقول ماها هدي ان فيرنا حق عرفي معقول ماها ميل باس كي تورينا مركا امثله القاعده تعذر سعه الكلام حسا هذا كان انه صحيح يهي عقلي اهم بيسن معقول باهين با كما لو ادعى على من هو اكبر منه سنا انه ابنه فهو لغو لما أنت صافرستي ونن كون أضيع وحول ويل كي يوي أنا علي هذا كان هذا ميان معنا سين كرنا وما يا وش كلا قوي لأنه مستحيل عقلا تعذر صحة الشرع كلام شرعا شرع أهم بس هذا الصوت قال وهاين بوسه المين كما لو قال لزوجتي أنت طالق أربعا فقالت
الثلاث تكفيني، فقال أوقعت الزيادة على الأخرى لا يقع شيء لأنها لم تصح على الأولى فأصبح لغوا. نبا وحوري حاس كيسي نا أفر باد كفران طاي مركز واحد تور أفر لو أمو بحنين صدح بابا كوف الليد با سكدا ويرتك تهدي أو أفراد وحيكون عضي تيك له حبضان هردي قبضي كلام كود عايزة ما يكون مد عايزة محايا لك قبضي هرابا وكود عويدو لاقي بوها هذا لاقي بوها مرك عدم بانتلون نقلي لاقيها مرك هرابا لاقي نقضي مرضا ما لمشق قلين كرو حاجة شرعا بو هذا الكان لاقي وياه مر هدي أفر تري مدى أفراد ولاقوي لا عضي با وساق الله يعود وحيد عنا ما صار نقضي وحالم إذا هدوه إلى بقول باكو فرنتاي صدح حنبا معنا له انت كلو لاقي وي وساقط وساقط لا يعود هدو الى هذا مركه غوادي نكلو غورسدو او سو مر دم سو مهرسدو ما وحان دهينا بقولكي حدنا با حدنا كو فرميسا مايا تاسلاقي بهدا وا دحداي ما سو نكونيسو وساقط لا يعود و هو يلي قضبك صدحات مثالك صدحات ان يكذبه الظاهر ظاهر كهذا جوغابا ديديما كمن ادعى على انسان انه قطع يده فاذا هي غير مقطوعه نمبا وحي نكان موجيدا غانتي سي انا كغويي وحنا ربا غانته ان لو سيما علماء الله مسنكي غانتي سي وا بتاغنت هي تهدل كان وهدل اسك لاقي ام حيالي واقع موضوع ظاهر كا با كسو هرجينا القاعدة الثانية عشرة لا عبرة للدلالة فهي في مقابلة التصريح دلالة هذه أي التصريح كسهر تشيدو وح اعتبار مالي لا عبرة للدلالة في مقابلة الصحيح هذا لحظة وحويا وخط مطبعية الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من المعلوم من العلم به العلم بشيء آخر دلالة وحلين هذا الشيء إنه كسوغن يهي حالة إساق مركز أغاتيد شيء كلاات كسي أغانيسو كفهميس رنتان مركز براتيد حات كسي فهميسا ميت كلاات كسي برانيسا محايا لي دل على هذا إساق كاكو تسيه التصريح وحل هذا الاتيان بلفظ خالص لفظ أو واضحة للمعنى عار عن تعلقات غيره أو وحك لنا أنكو حرنين لا يحتمل المجاز ولا تأويل مجازي تأويل لما أقبله ولفظ أو عط معناها قوذ قاعدة لهذا هي أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة لو اللفظ بها شيء والبلغة فهمه مذو حل لها تصريح منه حال الدلالة لبعض هذا مركب حاحوق بدن كان تصريحها محايا اللي سوى مباشر كان دلالة لكن مباشر ما هو لقى فهمية فإذا تعارض فلا عمل للدلالة لبعض هذا هدي اسكور يمادان دلالة ولا طورية أما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم التصريح وقوته مرها دي اسكي اللواي إساق أي لمتاي أمثلة القاعدة إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه فوجد إناء معدا للشرب فهو إذن بالشرب دلالة ولا يضمن إذا وقع منه عند الشرب ورغي بسوق الشيء ألغو مرتقلي وحضوتي مثل شنكي يبيه أرابت الله سدول صار أسكو قفلا يكرسي قويالا mar hadda gurgi marti lagu yeeray gurgina soo gashay alaabtiina ay diyaarsan tahay in lagu yiraahdo cun iyo cab uma baahnid maxay yeelay dalalatu alhal ba tusineysa in alaabtan adiga lagu idmay oo lagu diyaari waa dalalo laakin tasriix ma aha hadii laakin uu ku yiraahdo marka gurgi soo gashay alaabtan ha cunin ee halka fariiso markaan ma la cunin karaa
مايا محايا لهذا التصريح بأيمد أول دلالة وحكوعني لهين هذا التصريح صراحة لأنه يقول دي ذي دلالة ونوح معنا أما لما هذا صريح يماده وأما وحوين لو نهاه عن الشرب منه هذو كنهيه فإنه يضمن قيمته وحاو مسألة صوحص كشي ألاب توابع عبي وعني وحبا لقول إيهي دلالة هذا يتاهي ومايا وحوين ألابتان هنا عبين هنا عمنين هل كافريسو alaabti uu cunay cabay magdhowgeedu waa laga rabaa maxay yeleey xoolada leeyahay ayuu cunay bidoon idnin laana tasriixa bin nahyi abtal hukm al idni al amin lahu as safar bil wadi al amin lahu as safar bil wadi'ati dalalatan fa amma idha nahahu al muwaddi'u an as safar biha sarahatan fa laysa lahu as safar biha laana tasriixa aqwa min ad dalala in la cadeeyo ayaa waxay ku xog badan tahay tusida nimba waxa tiri alaabtan adan kugu ogaahay ayahay ninki alaabti ayahay aad tiri meeshii waa ka guuray adigana meel aad jirta ma hayo alaabti hadduu meesha uga tagana waa dayacmaysa alaabti waa inuu la safraa dalalatan maxay yeelay alaabta xifdi baa la yiri waana inuu xifdiyaa saad darteed yadiisu weli waa amaana haddii laakiin uu ku yiraahdo alaabta ayahay inta aad magaalada joogtid haddaad magaalada ka safraysid hebel iigu dhiib alaabta lama safri kartid haddaad la safartidna damaanadeeda calayka way adaa lagugu leeyahay maxaa yeelay at-tasriixu aqwa min ad-dalaala wallahu subxaanahu wa ta'aala a'lam.